شكرا جزيلا. هل لي أن أدعو أولا السيد رئيس ماكي سال من السنغال لكي يتحدث؟ تفضل. شكرا جزيلا لكم. شكرا زملائي الأعزاء السيدات والسادة. أو في البداية أتمنى أن أتقدم بالشكر لزميلي السيد إيمانويل ماكرون وسيد شارل ميشيل لأنه صديقنا ومدام فاندرلاين والسيد ثودروس. أشكركم على هذه المبادرة الرائعة. نحن أتينا إلى هنا من ومعنا برنامج مهم جدا لنقل هذه التكنولوجيا. نحن حاملي رسائل لكم ونحن هنا لكي نعرف كيف سيتم نقل هذه التكنولوجيا وكيف سيتم الإنتاج المحلي لهذه التطعيمات. إنها بالفعل إنها خطوة رائعة للتعاون والتنسيق لأننا بالفعل نواجه جميعا وسويا كوفيد-19. هذا يعني بالنسبة لنا نحن المستفيدين من هذه المبادرة أن نتشارك معكم هذه التجربة التي قمنا بها من قبل في أفريقيا في نقل التكنولوجيا. شكرا لكم على عرضكم الكريم. أشكركم على عرضكم ومتأكد أنكم ستشاركون هذه المعرفة معنا كأول مركز. أشكر شركائنا الأوروبيين. أشكركم جزيلا شركائنا الأوروبيين. وبالفعل وفيما يخص مجال نقل التكنولوجيا إنه بالفعل مجال خاص جدا. نحن في مرحلة وباء عالمي ونحن في حاجة لهذا الدعم دائما. أشكر أيضا السيد الدكتور توادروس وأيضا أمس التقيت مع الرئيس بول كاغامي في إطار الشراكة الرائعة التي تجري بيننا في هذا المجال. وفي الفعل نحن على كوكب واحد ونحن نتمنى أن نصل وأن يتم السماح لأفريقيا وأن تستطيع تصنيع جميع تطعيماتها بنفسها. أود أيضا أن أشكر خالص الشكر لكل منتجي هذا التطعيم لأننا بالفعل لدينا معمل باستير في داكار. لم يبخلوا علينا بأي شيء بالفعل وقاموا مشروع يسمى ماكي باك لأنه يسمح بحصول السنغال على التطعيمات. وهذا أيضا مقدم بدعم من عدة دول من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية. ونحن بالفعل هذه التطعيمات هذه المراكز لن تكون فقط لإنتاج التطعيمات كما قلتم من قبل لهذا الوباء لكن بالفعل أنها ستكون نقل للتكنولوجيا تصنيع التطعيمات عموما. وهذا شيء رائع جدا. وكما قلت لكم أتمنى أن نصل إلى إنتاج 60% من التطعيمات المتاحة لأفريقيا كما قلتم. وأيضا نؤكد أنه كما قلنا من قبل يجب أن نشجع على شراء التطعيمات من أفريقيا لأنها شيء مهم جدا. لأن كما قلت أيضا أننا نحن في حاجة إلى هذه التطعيمات في الدول المجاورة ويجب أن نقوم بعمل عقود وتشجيع الدول الأخرى على التعاون معنا ليجب أن لا تتركونا لأن بالفعل كما يقولون أنه يوجد أنواع أخرى من التطعيمات في العالم أرخص بالسعر. لذلك بالإضافة إلى نقل التكنولوجيا أتمنى أن نحصل على التصريحات الخاصة بامتلاك هذه التكنولوجيا وأن نتضافر في جهودنا ونضع التشريعات الهامة التي تحمي هذه نقل التكنولوجيا. وبالفعل نحن أؤكد أيضا ونشكركم على دعمكم. أقول لكم أنها دور مهم جدا لأفريقيا ولأوروبا ولنا سويا. أشكركم شكرا جزيلا.